السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. أعلن في العاصمة نواكشوط عن افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2017-2018، ودعا رئيس البرلمان محمد البيلي للحكومة إلى مواصلة العمل في إطار احترام مبدأ فصل السلطات. وتعتبر هذه أول دورة برلمانية بعد استفتاء الخامس من شهر أغسطس الذي ألغى غرفة مجلس الشيوخ ونص على تغيير العلم والنشيد. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي والسالم إن موريتانيا استكملت الإصلاحات الكبرى القائمة على مبدأ تحسين جودة التعليم في البلاد. وأضاف والسالم في خطاب بمناسبة الافتتاح الدراسي أن الوزارة باشرت الخطوات العملية لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي بدمجها لجامعتي نواكشوط وجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب في جامعة واحدة هي جامعة نواكشوط العصرية. قال وزير التهذيب الوطني سلم السيد المختار إن السنة الدراسية 2017-2018 التي افتتحت اليوم الاثنين ستكون حافلة بالبرامج والخطط الهادفة إلى إحداث تحول نوعي في المنظومة التربوية الموريتانية. وأضاف السيد المختار في خطاب له بمناسبة الافتتاح الدراسي أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان افتتاح دراسي ناجح وستكافح التغيب وتحفز على الإنتاجية والمردودية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثالثة. موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.